نحن رح نكفي بالدرس ذاته، رح نكفي لما نيجي على الفلو ألونج سيرفس رح نتعلم أداة تويست. تويست نحن اشتغلنا عليها بدرس سابق بس رح نكفيها. بفرض أنا عندي بالشكل، رح آخد تويست، رح حدد ال object، enter، رح أعمل من النقطة هاي لهون، هاي ال X اللي بدو يلف حواليه، رح تبلش البداية عندي من هون، وبعدين رح بلش لف. أكيد أنا في لف لحد 360 درجة، صارت عندي بهذا الشكل. أكيد كل الأشكال اللي احنا فين نشتغل عليها بالتويست، يعني مثلا إذا بناخد غير الكالندر، راح ناخد القطع الزائد مثلا، أو خلينا ناخد الشكل المخروطي كون. راح ناخد ذا تويست، راح حدد النقطة اللي بدي بلش منها اللي هي هون، اللي صار معنا التويست ظلت مثل ما هي، الشكل ظل مثل ما هو تقريبا، تغيرت معنا شوي بالنقاط، سوري بالخطوط الايزوليت المرسومة على الشكل. طيب اذا الشكل ذاته راح ناخد التويست عليه بس لما يكون بهذا الشكل، يعني راح ناخده من هون، راح ناخد تويست في البداية، فصار معنا هذا الشكل. طيب إذا بناخد الشكل الأسطواني، ارتفاع خلينا نعمل هيك، بس بدي أغير شوي بأبعاده، راح أعمله بهذا الشكل، راح أعمله لف هيك، راح تصير هيك معي هذا الشكل. راح اخذ تويست، راح اخذها من الميد بوينت، راح تثبت هاي، سوري هاد التويست، وراح اعمل لفتين بهاي الطريقة. فطلع معنا هاد الشكل. طيب هاد الشكل كتير حلو بيطلع معنا اذا بنعمله اكستراكت واير فريم، صار الخطوط عنا موجودين لحال. طيب إذا بنحدد كل الخطوط وبنعطي بايب، رح أعطي قياس واحد مبدئيا لنشوف كيف بتطلع معنا. صارت معنا بهذا الشكل، رح أصغر شوي البايب، خليها 0.7 مثلا. فطلعت معنا هذا الشكل.